تعطلت، خطة التنمية عطلها، تعطلت، مشروع قانون الخصخصة تعطل، مشروع قانون البي او تي تعطل، مشروع المنطقة الحرة تعطل. من السبب في تعطيل هذه المشروعات ابو محمد؟ زي ما قلت لك صراحة، صراحة زي ما قلت لك، السلطة التشريعية بمن يقودها ويوجهها بشكلها الأساسي الرئيسي، تمام، وأيضا الحكومة بسلبيتها في توضيح وعدم تقييم أداء النواب أو أداء الممارسة الديمقراطية في الكويت بما يجب أن تكون عليه والسلطة التشريعية. لكن أنا عندي أستاذ إبراهيم نقطة مهمة جدا وخطرة جدا. الآن يعني يفتخر بعض النواب أو يصرح نحن أنجزنا قوانين. الشطارة ليس بكثرة القوانين التي يتم إنجازها وتصديرها، إنما الشطارة في كيف يكون هذا القانون محكما في تشريعه، تمام، وأن لا يتسبب بفساد أكثر من عدم وجوده. وهذا ما نخشاه. القوانين التي صدروها الآن فيها من الثغرات الكثيرة جدا، وفيها ما تجلب فسادا أكثر مما توجه إصلاحا أو تحقق إصلاحا. فأنا لا، ليس هو الفخر أن أنجز 100 قانون في فصل تشريعي واحد، إنما الشطارة كيف أن أنجز حتى ولو كان قانونا واحدا محكما في تشريعه ومكتمل جوانبه ويحقق. لأن القانون الواحد يفترض أن يعني يتسق ويعالج كثيرا من القضايا. والمفترض انه يعني إنه قانون الشركات، قانون الشركات لو تم انجازه بكفاءه يصلح الوضع الاقتصادي كله للكويت. لانه انا من هذا القانون. لماذا تعطل؟ تعطل لان مثل ما قلت لك النواب زين والحكومه الكل يعني لا يتجه، لا يعمل للتنميه ويجانب الحكمه. محمد، الاجهزه الاعلاميه، الممارسة الديمقراطية في الكويت تجانب الحكمة. عارف شنو أقصد بالحكمة؟ ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. من غير الحكمة ما عندك شيء. بالضبط. يعني إذا فقدنا الحكمة خلاص ما عندنا شيء. طب محمد، بعض الأجهزة الإعلامية صاحبة المصالح سوقت في المرحلة الأخيرة، فترة أخيرة، تركت المشكلة والغرامة ومن المتسبب، وبدأت تتحدث عن الوزير كان مستشارا لدو كيميكال. هل الأجهزة الإعلامية ستستمر بهذا النهج؟ وهل النواب فقط هم المسؤولين أم هناك أجهزة إعلامية تساندهم؟ هو ما في شك المسؤولية تقع على الكل، على النواب وعلى الإعلام الكويتي. أنا قلت لك عندك 250 كاتب مو بس في هذه الصحيفة أو تلك، في صحف الكويت كلها. يا سيدي تعرف شنو مشكلتنا احنا؟ نحن لا نصنع فكرا في الكويت، ما نصنع فكر. لو في الكويت عندنا خطباء وليس لدينا فقهاء، لدينا كتاب وليس لدينا أدباء، لدينا من يدعي الإصلاح وليس مصلحين، لدينا نواب وليس لدينا مشرعين. هذه هي الكويت اليوم. ليس لدينا، يعني مثل ما قلت لك فقدنا الحكمة. فبالتالي المشكلة أنا برأيي زين، المشكلة هي ليست مشكلة كما ذكرت يعني قضية إمكانيات أو قضية فساد في هذه المسألة هذه أو قضية مال عام. قضية نحن فقدنا الحكمة، وإذا فقدنا الحكمة ماذا نفعل بالعقل؟ تمام. ماذا نفعل بالعقل إذا ما عندنا حكمة؟ إذن تتفق معي أن هناك بعض الماكينات الإعلامية أو الأجهزة الإعلامية تشتغل لمصالح شخصية وتشتغل أو تعمل لمصالحها وأجندة خاصة. تبي رأيي؟ الكل. أنت لا تعفي أحد. لا أنا لا أعفي أحد. طالما لا تعفي أحد، تعال نتحدث ماذا قالت أو أو أو, أو نستعرض ماذا قالت الصحف حينذاك في 2008 عن صفقة داو كيميكال. الرأي داو كيميكال تحرق التعاون بين السلطتين، ما تعليقك؟ طبعا، لأن زي ما قلت لك واضح أنها لعبة سياسية قضية الداو، وبالتالي هي لموضوع المحاصصة السياسية. تمام. السياسة نواب يخبرون المحمد الاستجواب أو الغاء صفقة الداو، نفس الشيء يصب في موضوع ما في ولا واحدة من هذه الصحافة اللي المفروض كإعلام أن يتحدث عن الإيجابيات والسلبيات في هذا المشروع
تمام ويوجه الرأي العام بما فيه مصلحة الكويت. الوطن الإليمي المليفي مشروع داو والمصفاء وجه ضربة قاضية لمصداقية الحركة الدستورية. زي مثل ما قلنا قلت له أنا الكلام قطيته هذا. عالم اليوم اجتماعات مجلس البترول اجتماعات فاضحة. لاحظ شوف ولا واحد تكلم زين وين مصلحة الكويت. بمناسبة المجلس الأعلى للبترول أنا تحدثت أمس مع أحد أعضاء المجلس الأعلى للبترول قلت لك أنا ما عندنا فكرة ها؟ لا لا تحدثت ما عندنا تحدثت فكرة معه على أنه يحضر الحلقة. رد قائلا أن هناك 6 شهور لتجديد للمجلس الأعلى فعذرني لا يمكن الخروج عن الإعلام في الوقت الحالي. يسعى للتجديد ولا يسعى للإصلاح كلهم. بتقول لي ما تعممش يا إبراهيم. أنا لا أعمم أنا أقول أنا ما أعمم لكن ننقل الحقيقة بالضبط. ليس موضوع التعميم. الجريدة نقلت عن السيد مسلم البراك في عقد داو كيميكال ظلم وإجحاف بحق الكويت وشعبها والمليفي يؤكد المشروع يقضي على مصداقية الحركة الدستورية. زي ما قلت لك أنا الكل يتكلم خلينا أستعرض لك باقي الصحافة. شوف أي تفضل أنا أعلق لك بالأخير جريدة الصباح المليفي مهاجما حدث مصداقيتكم معلقة بداو كيميكال. جريدة الشاهد داو كيميكال فيها فائدة كبيرة للكويت ولكن تحتاج الحكمة. يعني أنا لا شوف يعني أشوى أنك أنت ما تكلمت. شوف بالمناسبة ترى ما أقرأ جرائد الكويت مع التقدير للجرائد وأنا كاتب فيها زين لكن شوف أنا ما قرأ أنا أنت لا يعني وأنا ما حضرت أنا جيت قلت لك أنت عندك شيء أقرأ قبل لا شو اسمه صح ولا لا تمام لكن شوف هذا هو الوحيد الكلام اللي فيه حكمة. شرفتنا أبو محمد والحقيقة وفيت وكفيت. الله يحييك استاذ وأنا ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله.